لا يعني انا مثلا شركات التطوير العقاري يمكن ان تنتج بيوت لكن باسعار غاليه ما يستطيعها الشريحه الكبيره من المواطنين، فاصبحت الفجوه موجوده. فهي هي هذه اللي سببت احد الاسباب الفجوه، وجود هذا الفرق. والا لو كانت في متيسر الناس بمستوى دخولهم الحاليه بدون تدخل جهات اخرى لما كانت هناك مشكله. طيب دكتور، تلاحظ انه عندنا في السوق المالي السعودي، ما راح نتكلم عن برا السوق، في شركات معروفه، التعمير، طيبه، مكه، عده شركات عقاريه ودار الأركان وغيرها، لكن لا نجد هذه الشركات تستثمر في القطاع السكني رغم أنه في الطلب عالي والفجوة كبيرة والربح واضح فيها، طبعا خاصة يعني ركز على شركات مثل مكة وطيبة والتعمير وبعض الشركات. ليش لم تتجه هذه الشركات؟ أنا طبعا أنت ما أقصد أنه لازم تجاوبني عن الشركات، لكن أنا أقول معنا شركات كبرى عقارية في المملكة لكن لا تتجه إلى القطاع السكني رغم أنهم يملكون رؤوس الأموال، يملكون القدرة على الاقتراض، يملكون ملاءة مالية جيدة إلى آخره. إيش سبب إحجامهم بحكم خبرتك؟ يعني كما ذكرت في السابق أنه البيئة غير مشجعة يعني في العموم كحفظ حقوق، كحفظ حقوق. التوجه في المملكة باتجاه التطوير الفردي، صندوق التنمية والأمانات كانت إلى وقت قريب يعني تتجه إلى أنه جهة تعطي أرض وجهة تعطي قرض، فكان التوجه ناحية الفردية، ما كان ينظر للشركات. يعني زي البنوك يا دكتورة، نفس الشيء، زي البنوك. البنوك ما راح تقرض بسبب خوفه، وشركات التعمير أو شركات العقارات ما تقرض لأنه بسبب ما هي ضامن حقوقها وإلى آخره، وهذه فجوة كبيرة مشكلة. مع أنه يعني إحنا من تجربتنا في شركة مكيون في قضية البيع بالتقسيط للمواطنين للوحدات السكنية، نسبة التأخر عن السداد قليلة جدا جدا برغم عدم وجود اي يعني ضمانات. ايش السبب؟ السبب انه في فطره الانسان انه يبغى بيته يتملكه. الحرص على تملك البيت، فتجد الشخص مثلا عندما يدفع اقساط لو كان اجار ممكن يتاخر، فهو يبغى يحصل على الصك، هو في النهايه مستعجل يبغى يحصل على صك ويفرح انه هو تملك. يعني لا يشعر الانسان بتملك المنزل الا لما يملك الصك، فلما يكون يملك بيت لكن ما ياخذ صك فما يشعر بالتملك. شركة التطوير العقاري لا تفرغ إلا إذا أكمل السداد. فالآن مثلا يعني مثلا عندما يستلم شخص الفيلا ويدفع كامل المبلغ يبدأ يتصل في الشركة يوميا، فين الصك؟ فين الصك؟ يعني فرحته الكبيرة هو يستلم الصك. طبعا تأخذ بعض الوقت الإجراءات ما بين أمانة العاصمة وما بين كتابة العدل في فرز الصكوك، لأنه أحيانا تكون قطع كبيرة وتفرز فتاخذ مثلا بعض الشهور. في خلال الشهور هذه المواطنين سريعين السؤال، لانه في هذه القضيه يعني نسبه التخلف او نسبه التعثر او نسبه الاشخاص الذين يعني يشترون ولا يسددون بدون اي ضمانات، اقدر اقول عندنا في الشركه تقريبا في حدود 5% فقط. ريسك ضعيف، مره ريسك ضعيف هذا يعتبر. لكن البنوك متخوفة جدا. طبعا هذا الكلام اتكلم انا كمطور عقاري عندما ابيع بدون تمويل. طيب دكتور، مباشرة للمواطن. طيب دكتور، أنا ما أعرف مكة كويس كأحياء ومناطق، لكن أعرف جدة وأعرف الرياض. وسط البلد في جدة معروفة، البلد وما حولها من هندوية ومناطق هذه كلها والكندرة وإلى آخره، ووسط البلد وإلى آخره، وفي الرياض هنا في الديرة ومناطق الديرة والجنوب وإلى آخره. هذه اللي كانت بدايات المدن وظهورها، الآن أهملت وسط البلد، أهملت وصارت أحياء عشوائية، صارت مجمعات العمالة المتخلفة و إلى آخره، رغم أنها موجودة فيها كافة الخدمات، رغم أنها موجودة في قريبة من كل شيء و إلى آخره. هل برأيك أن هذه المناطق أهملت ولم يعاد تطويرها وبنائها، وبالتالي حتى ما تتوسع المدن وتكبر بأكبر من اللازم؟ هذه نظرية مراكز المدن وانتقالها. يعني مركز المدينة متى يكون ثابت ومتى يكون متحرك؟ يعني مركز المدينة في الرياض تحرك باتجاه الشمال، صحيح، وكل 10 سنوات ستجده يبتعد أكثر ناحية الشمال وتصبح مركز المدينة أبعد. مكة المكرمة فيها محور، يعني شوف البحر أو النهر أو في مجموعة عناصر محورية فالتنمية تكون حولها، وبالتالي مهما ابتعدت مركز المدينة لا يتغير. ولكن في المدن الأخرى التي ليس لها محور قلب محدد، محور محدد ثابت،
تجد انه ينتقل اما وغالبا باتجاه الشمال. يعني هذا ينطبق في جده وينطبق في الرياض وينطبق حتى في جده انتقل ناحيه الشمال. صحيح. وكل ماله ايضا كل مجموعه يعني عقود تجد انه سينتقل مره اخرى. مكه المكرمه لوجود الكعبه والحرم المحور واحد، الهدف واحد، المركز واحد. فلا ما نستطيع ان تقول قلب مكه، لكن تستطيع توجد مراكز خدمات وتنميات عمرانية متباعدة، لكن كلها يجب أن تخدم مرة أخرى المركز وينصب الاهتمام دائما بالمركز لأنه هذا المحور لا يتغير. فهذا سبب. فبالنسبة لجدة طبيعي كنمو مدن، وهذا يحصل في كثير من المدن. لكن ركز على أن إهمال هذه المناطق الوسط هذا مهمل أصبح الآن، رغم أنه مساحته كبيرة وشاسعة جدا، لو استثمرت يمكن تنظمت سكان الضعف واستفاد من البنية التحتية الموجودة أساسا. يعني النمو هذا يعني إذا نظرنا للمدينة ككائن حي ينمو ويكبر الاحتياجات قبل، أو هي سنة الحياة، هي سنة الحياة هذه هي. لكن بحسب قيمتها التاريخية ينبغي الاهتمام بها وإحيائها، ولكن قد تتغير وظائفها لأنها تحولت زي عشوائية زي في جدة مثلا. أيوة هي إذا أهملت خزام ومخزام إذا أهملت تحولت إلى عشوائية، ولكن إذا كانت هناك نظرة تنموية ينبغي أن يعاد الاستخدام أو تعاد الاستعمالات، تعاد التنظيمات فيها بما يجعلها قابلة للحياة في كل ظروف. وهنا تأتي قضية الاستدامة، وهذه تحتاج إلى نظرة. فنحن لا نمنعها ولكن أيضا لا نهملها. طيب الحياة العشوائية بحكم فتحنا موضوع هذه أصبحت الآن هي نشأت بسبب ظروف خاصة، أوكي، مقيمين غير نظاميين إلى آخره، لكن الحلول للحياة العشوائية هي الإزالة والبناء من جديد. هل هذا صح تشوفه دكتور؟ هذا صحيح جزئيا. المشكلة هذه أنا أعاني منها في كثير من المجالس ومع كثير من المسؤولين، فعلا ينظروا إلى أنه العشوائيات ليس لها حل إلا الإزالة وإعادة البناء. هذا أحد الحلول. والحل السهل، الحل السهل ولكنه المكلف والذي لا تستطيعه أغلب الدول حتى الدول الغنية. فإذا نظرنا فقط إلى هذا الحل سيأتي وقت ننكسر فيه، لأنه ليس ليش لأنه تكاليفه عالية جدا. صحيح، تكاليفه عالية جدا لذلك، ويهدر كثير من الموارد. ف ينبغي النظرة بتوازن دقيق إلى قيمة كل عقار في المنطقة، وإذا كان الأغلب أنه لا يساوي قيمته الحقيقية وأن إزالته هي الأفضل، عند ذلك اتخذ القرار بالإزالة والبناء. أما إذا كانت إجمالي الأحياء فيها من المباني الجديدة، فيها من المرافق، فيها من الأماكن التاريخية، فيها فعند ذلك ينبغي المحافظة على هذه الأشياء ذات القيمة وإزالة فقط جزئيات للتطوير، سواء بفتح شوارع، سواء بتنظيم بعض الأماكن، سواء بإيصال خدمات. لأنه أحيانا بعض المناطق العشوائية أنت فقط بتنظيم الشوارع والداخلية وإيصال خدمات لها ترفع من مستواها. بعض المناطق العشوائية لجأت بعض الدول إلى التمليك. يعني أنت الآن مثلا المناطق العشوائية في كل مدن العالم أن تكون اعتداءات لفئة معينة منخفضة الدخل. شفت بمكة في جبل معين، فتجد الاهتمام. الإنسان عندما يعيش في منزل لا يملك سكه ويعرف أنه مهدد بالطرد وأنه كذا، فلا يطوره ولا يهتم فيه ولا يهتم بالشارع أمامه. فبعض الدول مثلا حلت المشكلة بأنها حصرتهم، وضعت خطوط تنظيمية وملكتهم. فبعد فتح الشوارع والتنظيمات عندما امتلك الإنسان السك للأرض هذه اهتم، يتغير سلوكه كله في الداخل والخارج، بل حتى في الشوارع المحيطة بدأوا في زراعتها، بدأوا في تنظيم، وبدأت الأحياء تختلف. لذلك هذه نظرة أخرى. صحيح. لذلك النظرة ينبغي أن تكون يعني تدرس لكل حالة بحالتها، أين يكون هناك إزالة بالكامل وإعادة بناء، وأين يكون تنمية محدودة، وأين يكون تنمية متوسطة إلى آخره. دكتور كيف ترى ثقافتنا السكنية إذا صحت التسمية؟ بمعنى أنه إحنا لازم بيت فيلا 900 متر 800 متر 700 متر على الأقل 600، لازم هنا مجلس رجال مجلس نسائي ومسكرة في الأبواب صالة كبيرة يمكن يمر سنة. مشكلة كبيرة أنت الآن طرحت، يعني مشكلة كبيرة في ثقافتنا. إيش رأيك؟ ولكن يعني مشكلة كبيرة جدا. يعني الآن في الأخير دكتور عشان أكمل سؤالي، الأب والأم عنده أربعة أطفال ولا خمسة ولا ستة، يتزوجوا منشوا صاروا لوحدهم
في ظل ثقافة أنه الآن كل واحد يستقل في حياته، فتصبح البيوت خالية، بيوت الخدم والسائق. أنا أديك كم باب النكتة. يعني واحد من الأشخاص اللي ربنا موسع عليهم، فبنى فيلا كبيرة جدا وكثر فيها الغرف لأنه كان عنده الأولاد وكذا، فصار يقول لي الحين لولا الجوال كان أنا في مشكلة، يقول لأنه البيت صار كبير وصرت أنا والعجوز أدور عليها بالجوال، أنت في غرفة. فهذه أصبحت مشكلة، فأصبحت مشكلة فعلا. طبعا الثقافة هذه الآن أديك مثال سريع إحصائي، متوسط مساحة الوحدة السكنية في المملكة في دول أوروبا في أوروبا أوكي. في دول أوروبا في حدود 80 متر. 80 متر، 80 اللي على الأرض ولا كل المبنى؟ لا الوحدة السكنية شقة. أنت لما تأخذ متوسط معناته في شيء أكبر وفي شيء أصغر. إذا متوسط على مستوى الدولة في أوروبا، المتوسط في أوروبا من 60 إلى 80 متر الوحدة السكنية. طيب في أمريكا الولايات المتحدة أتوقع أكثر، متوسط الوحدة السكنية 120 متر. طيب متوسط الوحدة السكنية في المملكة الآن عندما تطرح أي جهة مشروع سكني، الآن الصندوق التنمية العقاري اشترط أن لا يدخل الوحدة السكنية عن 250 متر. يعني هذا ضعف اللي في أمريكا، ضعف متوسط. أنا أتكلم عن المتوسط الآن، أتكلم هذا ضعف المتوسط في دولة من الدول الكبرى. طيب طبعا أنت ممكن أنت كدولة ممكن ترفع الرقم زي ما تحب، لكن له تكلفة، تكلفة عالية جدا والاستخدام، وقد لا تستطيع أن توفرها. تكلفة على الدولة كدولة وتكلفة على المواطن، لأن أنت حين المواطن لما يسكن في بيت 900 متر يحتاج إلى كهرباء ويحتاج إلى خدم ويحتاج كثير، ويحتاج إلى فرش ويحتاج إلى تكلفة إنشائية ابتدائية، فتكاليف عالية جدا. وبعدين المشكلة الأخرى أنه بدون استخدام. أنا سويت استبيان فسألت مجموعة كبيرة من الناس وطلعت بإحصائية أنه غرفة الصالون الاستقبال، في صالون استقبال رجال وفي صالون استقبال نساء وفي غرفة طعام، كم ساعة في الشهر تستخدم؟ ساعتين، ثلاث ساعتين أو ثلاث ساعات في الشهر، أحيانا ما تفتح إلا مرة في الشهر. طيب هذا إهدار وليس إهدار؟ أنا أنت لو سويت استفتاء لي نفس الشيء يعني. فهذه المشكلة طبعا. إحنا لما عندما هو سؤال ليش وصلنا كذا وكيف نطلع منه دكتور؟ طبعا كيف وصلنا كذا، إنه كانت في عندنا الحمد لله أقدر أقول مستوى المعيشة زي ما قلت لك، كان القرض العقاري 300 ألف خلينا نقول في عام 90 هجري 1400 دكتور. بين 90 و 400، 300 ألف تكفيك تبني 4 شقق، يعني تبني عمارة من دورين فيها 4 شقق وملحق كمان تكفيك 300 ألف مع قيمة الأرض؟ لا غير قيمة الأرض، لأنه صندوق التنمية العقاري ما يعطيك إلا إذا عندك منحة أو عندك أرض تملكها. فبس تكلفة البناء كانت تكفي. طبعا الآن ما تكفي يدوبك على شقة مستوى. فلذلك في السابق مع توفر مع ارتفاع قيمة القرض بالنسبة لتكاليف الأراضي والبناء فخلت الناس يتوسعوا، لكن الآن مع كثرة الطوابير مع انخفاض القوة الشرائية بس الحين في وعي شوية دكتور ولا لا؟ الوعي إجباري أصلا، يعني أنت تحتاج تنمي الوعي، وأيضا إجباري صار لأنه ما عاد صار فيه في الإمكان. ولكن زي الالتزام المروري لازم بغرامة، لازم بغرامة. فالآن أنت زيادة الوعي حتساعد في الآن. بس الآن نحن مثلا في الإسكان الميسر عندما أمانة العاصمة اقترحت 80 متر و100 متر و120 متر، 120 متر هذا المتوسط في اكبر الدول. بس تعرف احنا معدل الاسره كبير شوي دكتور. طبعا افرق معدل الاسره، لكن انت تتكلم عن معدل الاسره برضه في يعني في بعض الدول برضه يعني يظل 3 2 4 ما هو مره. احنا عندنا معدل الاسره متوسطها مثلا 4.5 مثلا 5. طيب انت بتتكلم، فاذا شفتها نسبه وتناسب فانت تحتاج يعني بالنسبه يعني للتناسب اعلى. احنا نتجه دكتور قبل ما اختم الحوار نتجه الى التقليص الاجباري وهو مطلب، وهو مطلب هذا شيء أساسي. لا يعني إعادة النظر في الاستخدامات وطريقة التصميم، وبالتالي أيضا تثقيف المجتمع بأنه لابد من إعادة التفكير في الخدمات. حنوفر أراضي، حنوفر مواد بناء، حنوفر والمساحات وخلافه. شكرا لك دكتور على هالحوار وانتهى وقتنا. شكرا لك. وأنا شاكر لكم جدا باهتمامكم بهذا الموضوع الذي أعتقد أنه يعني بدأ الحمد لله في السنتين الأخيرة في النظر له نظرة صحيحة مؤسساتية
لحله، وأشكركم على مساهمتكم في الله يبارك فيك يا دكتور.